بعض الدراسات الأكاديمية بتشير إلى أن الإعلانات والكليبات والدراما بدرجة ما أو بأخرى ربما بتؤصل للعنف ضد المرأة. معانا في نبض الشارع نور السبكي، ممثلة وموديل إعلانات وصحفية. أهلا بك يا نور. أهلا بك. إيه هي الأنماط اللي بتظهر فيها المرأة في الإعلانات والكليبات؟ أنا شايفة أن الإعلانات والكليبات بتظهر المرأة بصورة أكتر، بتوحي بشكل ترويج للسلعة الجسدية أكتر، ومش هو دوت الرسالة الإعلانية المفروض أن احنا نقدمها في المجتمع، وخاصة المجتمع الشرقي بتاعنا. إيه أكثر الحاجات اللي بيسعى مقدمي الإعلانات والكليبات على تجسيد المرأة فيها؟ أكتر حاجة بيحاولوا يجسدوا المرأة فيها اللي هم بيطلعوها بصورة مثيرة عشان تلفت الانتباه. من وجهة نظرك مين المسؤول عن تقديم المرأة بالشكل ده؟ هل هي مسؤولية القائمين على الإعلان ولا مسؤولية المرأة اللي بتوافق إنها تشترك في هذا الإعلان أو الكليب؟ هي طبعاً المسؤولية تعتبر في البداية مسؤولية المعلن، وفي نفس الوقت برضو القائمين على الصناعة هم بيحاولوا إن هم يروجوا للسلعة بأي شكل. لكن بالنسبة للمرأة فهي لو واحدة مثلاً اتعرض عليها اوريدي كليب أو إعلان إن هي تعمله ورفضت، أوكي يعني أنت مش عايزة براحتك، في غيرك هيطلع لأن كل عايز يطلع. هل ده بيبني صورة بمرور الوقت عند المتلقي تجاه المرأة إنه بيصبح نظرته ليها متجسدة في شكل جسدي فقط، ما بينظرش لفكرها أو عقلها؟ الإعلانات ليها تأثير كبير جداً على الناس والشعب المصري أو أي شعب عموماً، وخاصة الأطفال والشباب. يعني الأطفال تخيل أنت الإعلان بيتعرض كل يوم كل يوم، وفي اليوم 30-40 مرة، فشيء طبيعي إن هو بيبقى ليه تأثير وبيجسد عندهم صورة العنف بتبقى جواهم أكبر بشكل كتير. من وجهة نظرك إيه الدور اللي ممكن يقوم بيه القائمين على الإعلان والكليب والدراما لتقديم صورة إيجابية أكتر عن المرأة؟ والله أنا شايفة إن هو المفروض يكون في عمل نوع من التوعية الإعلامية، وإن هم يهتموا أكتر بشكل كبير بالمرأة والعنف ضد المرأة، ويهتموا بعمل توجيه ندوات في المجتمع بتحس إن هي بتعرف المرأة حقها فين، وبتحس الرجل على عدم العنف ضدها، وبتساعد في تغيير اتجاهات وأفكار وأنماط الشباب والأطفال. لأن هو الشاب أو الطفل لو طلع تفكيره أو المجتمع اللي هو عايش فيه تفكيره حاجة واحدة بس، إن هو إن أنت بتمارس العنف ضد المرأة، هيفضل طول عمره يمارس العنف ضد المرأة.